وللمزيد ينضم إلينا الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية. بعد التحية، قراءتك لتوصيات اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة البرنامج الحكومي بإدخال أو بشأن إدخال تعديلات تشريعية لتحقيق أجندة الحكومة. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. في الحقيقة يعني لو احنا قلنا البرنامج الحكومة ووضع الثقة في هذا البرنامج الحكومي ما هو إلا إعادة لتفعيل جملة مهمة جدا ألا وهي ضمان حياة كريمة للمواطن المصري. البرنامج الحكومة وسيادة الدكتور معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وضع فعلا برنامج حكومي. هذا البرنامج الحكومي من أوله لآخره كده حضرتك هو يهم المواطن المصري ويهم مصلحة المواطن المصري من خلال توفير كافة الخدمات وتوفير كافة السلع وتوفير كافة المصادر والإيرادات اللازمة للمواطن المصري لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن في مصر. لو احنا استعرضنا سريعا ده طبعا وفقا للدستور والمادة 146 ان المفروض ان احنا مجلس النواب يناقش برنامج عمل الحكومة المصري، وده تم منذ يوم الأربعاء الماضي وعملوا حوالي أكثر من 11 اجتماع، وبنص القانون ان في خلال 30 يوم لابد ان يتم التصديق على هذا البرنامج سواء اذا كان بالموافقة او غير الموافقة. طبعا هناك الكثير من النقاط العديدة اللي اتكلم فيها مجلس النواب واعضاء مجلس النواب. ويمكن النهارده من ابرز كمان التوصيات اللي قاموا بيها النهارده هو وضع اطار زمني محدد لتنفيذ برنامج الحكومه، وكمان هو وضع المحددات والامور الخاصه بكيفيه اعلاء مصلحه المواطن المصري. شوفي حضرتك احنا دايما كده بندرس في العلوم السياسيه بنقول ان علشان احط خطه، وده اللي احنا يعني ده اللي قاله دكتور مصطفى مدبولي لما في معايير اختيار الوزراء ان احنا اخترنا وزراء علميين ذو مهارات علميه وخبره علميه وعمليه ايضا. احنا بنقول علشان احط خطه العلم بيقول ان هي لازم تكون قابله للتنفيذ، اقدر انفذها على ارض الواقع، وان يكون لها اطار زمني، وده اللي اتكلموا عليها النهارده. وانا اعتقد برنامج الحكومه المصري النهارده كان ليه اطار زمني لكل وجميع الخطط المرسومة لكل الوزارات. وعايز استعرض مع حضرتك يعني كان من أهم النقاط اللي اتناقشت واللي على رأسها زي ما احنا قلنا إن يكون هناك إطار زمني لتحقيق هذه الأهداف، واللي ركز عليها أعضاء مجلس النواب علشان أحط آليات. ما أنا بحط توقيت زمني ليه؟ علشان أعمل آليات لمراقبة ومعرفة ما تم تنفيذه من خلال هذه النقاط. من أهم هذه النقاط زي ما احنا شفنا النهارده هو تعزيز العمل الخاص بتوضيح السياسات المالية والإدارة المالية الخاصة بالقروض التي تحصل عليها مصر وأوجه انفاقها. وطبعا احنا عارفين أوجه نفقات هذه القروض بيروح في المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية. عايز اقول لحضرتك ان احنا من خلال اربع سنين احنا صافين 10 تريليون جنيه مصري في البنى التحتية، وهذه البنى التحتية علشان اعمل جذب للمستثمر الاجنبي عشان يجي يستثمر مشاريع اقتصادية عندنا هنا في مصر، وده مهم جدا جدا برضو لخدمة المواطن وتحقيق السلع وتوفير مزيد من السلع بالنسبة للمواطن. برضو النهاردة اتكلموا عن نقطة مهمة جدا وهي تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في مجالات الاستثمارات المختلفة، والعمل أيضا حضرتك على رفع إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وعايز أقول لحضرتك أن مصر بتستهدف في إنشاء لجنة تصفية للأصول. هذه اللجنة تتبع وزارة المالية، وأنا أعتقد في ظل البرنامج الحكومي الجديد وفي خلال بص حضرتك بقى الإطار الزمني اللي احنا بنتكلم عنه في خلال 3 سنوات هم بيقولوا أن المفروض نحقق من 20 إلى 25 مليار جنيه مصري لسد العجز الموجود عندنا في الموازنة، وهنا وضع إطار زمني لمدة 3 سنين مقبلة. أعتقد أن لابد أن يكون هناك محددات بقى علشان نشوف الوضع الراهن. الوضع الراهن لو نفتكر كده مع السادة المشاهدين أن احنا سيادة الرئيس
معالي دولة رئيس الوزراء في مارس 2023 أصدر برنامج الطروحات، وبدأنا نحن نجمع في هذا البرنامج، وصلنا إلى حوالي 5.6 مليار دولار. أعتقد أن كل دوت بيصب في مصلحة المواطن، لأن كل هذه التدفقات النقدية بتجعل أن هناك أو بيكون هناك استثمارات كبيرة جدا. هذه الاستثمارات بتعود بالنفع على المواطن، بتعود بالنفع من خلال تقديم وتوفير السلع والخدمات، وكمان بتعود على النفع من خلال توفير الفرص المناسبة بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للشباب. وحضرتك تعرفي ونعلم جيدا أن هناك انخفاض لمعدل البطالة عندنا في مصر، وصل ل 6.9% بحسب آخر تقرير. وأيضا من المؤكد أن برنامج الحكومة بيتسق بشكل كبير مع استراتيجية مصر 2030. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.